عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، عرفنا عليك. أنا سيف من سوسة، بالضبط نسكن بلاد العربي نتاع سوسة، فهمتني؟ مرحبا بك. عايشك. قلت لي عندك مشكلة أنت. إيه عندي مشكلة، ولا عندي مشكلة في سو، معناها في سوسة ديجا، معناها مشكلتي وضع اجتماعي، معناها في البلاد عاد فما خدم، قال لك فهمتي الوضع، معناها في البلاد فارسة ما فيهاش خدم، فهمتي؟ مشيت لبير الشغل، مشيت للإدارة الجهوية نتاع الشؤون الاجتماعية، مشيت للمرجة الاجتماعية باش تعاوني، فهمتني؟ بالنسبة للمعنى الوضع الاجتماعي في البلاد اللي نعيشوا فيه، وضع مزري على الآخر. أنت ما تخدمش؟ مانيش نخدم، بطال. شنو السبب؟ سبب معناها الدولة، قال لك الدولة ما فماش خدم، ما عنديش، ما عندكش مستوى دراسي، فهمتني؟ أول حاجة معناها البلاد، معناها بعد الثورة، كنا في عهد بن علي. كانت الدولة قبل تعمل على السياحة. تعمل أغلبية على السياحة. تو حتى تعمل لا فلاحة ولا سياحة، قال لك حتى الفلاحة ما عادش فيها. دولة معناها القطاع الأول المنتج، معناها الفلوس يدخلوا القطاع الاقتصاد بس يزروا السياح. في عهد بن علي الله يرحمه. تو بالنسبة للوضع معنا الحالي، تو بعد الثورة، الوضع الحالي بعد الثورة، قال لك معناها الاقتصاد، الدولة ما فيهمش شركات تخدمك. بالنسبة للشركات أنت مشيت شفت؟ شفت لوجت، قالوا لي معناها نقبلوا بنات، ولاد ما نقبلوش. وعلاش الولاد لا؟ معلاش يقبلوا البنات، خاطر الولاد ما يرضاوش بالشهرية اللي تخلصهم، مثلا تخلصهم 300 200، فهمت؟ سلت انت على سلت قالوا لي معناها البنات، معناها راهو البنات ما يخدموهمش، بنات معناها يخدموهم بشهرية أقل، يرضاو معناها حتى ب 300 350 يرضاو ب 400، فهمتني؟ الولاد معناها ما يرضالكش، معناها يقول لك أنا عندي ولد نرضى لك ب 700 800 ألف، فهمتني؟ نرضالكش، وترى الأغلبية تو ريش أنت تو معناها 2022 2022 فهمتني، تفرز عليه حتى فهمتني، تفرز عليه في فيسبوك كل شيء، قال لك معناها العام هذايا نتاع هجة، عباد كل حرقت، ما قعدت حد في تونس، فهمتني؟ خاطر الوضع معناها مزري، وضع مزري على الآخر، تشوف الحرائق، العباد تحرق، الحرائق أنت، حرائق في تونس، غابات كل تحرقت، غابات تحرقت، والعباد حرق هجت من تونس، وضع مزري، حتى العباد ما قعدتش حتى ما تاكل، تقعد في الزبلة، العباد تاكل من الزبلة. كيفاش تعيش تو؟ والله أنا يعني عندي مشكلة كيفاش نعيش، معناها نعيش والله العظيم، أقسم بالله نقول لك، فما كعباد معناها يعاونوا فيه، معناها كعباد نمشي للجامع. فما كعبات صحابي معناها فهمتي لاباس عليهم شويه يعاونوني، معناها كتب من ربي، شو نقول لك؟ الى متى وانت باش تلقى صحابك هما اللي يعاونوا فيك باش تعيش؟ باش نعمل، ما كنت حتى حل، معناها اني نفرج ربي، ما كنت حتى حل، معناها المسؤولين في البلاد، المسؤولين في البلاد تمشي لهم، يقول لك ما عندي حتى حل، ما عنديش خدم، بس وفر لك خدم، قال لك هذيك تونس، هذيك باش تعيش في تونس، هذيك تونس معناها. انت علاش ما ترضاش حتى بالقليل؟ حتى كي يجي الكثير قليل ما فماش، فماش قليل جملة. قلت يخلصوا ب 300، يخلصوا نعرف ان شوية بنات، البنات يخلصوا 300، فهمتني؟ ما فماش قهاوي، ما فماش تخدم حتى سيرفور، حتى قهوة ما لقيتش، لازم عندك صنعة نتاع مثلا صنعة نتاع صنعة نتاع كونتواريست نتاع سيرفور حاجة كيما هكا. يعني ديجا نخدم انا في قهوة، نخدم في قهوة معناها نهز ولا حط ولا الحكايات هذيك، معناها شيشة تركح شيشة، ما لقيتش خاوي، كل معبين عندهم خدامة. سيرفور ما يطلبش صنعة في بيت. عندهم خدامة، عندهم خدامة، معناها نسيت لوجت في قهوة. قلت لي لازم تبدا عندك صنعة، أما كي باش تخدم سيرفور ما طلبش صنعة في بالي. أنا خدمت، خدمت في قهوة مش ما خدمتش، خدمت في قهوة في سوسة الحقيقة نتاع ربي. فهمتني؟ السالير ما تخلص 10 سوايع ب 15000. تخلصنيش كمعنى يعني معنى بشر عني ناخذ دخان 10000 تخمنا بكو دخان تخمنا قهوه خير من بلاش اي خير من بلاش فهمتني ما فماش تو حاليا الوقت الحالي ما فماش معنى مشيت نخدم ب 15000 10 سوايع ب 15000 نخدم بالليل مش بالنهار ليل كامل ما ترقدش تروح من 3 من 5 من 3 نتاع الليل في قهوه يعني الخدم غاديك في سوسه فماش ما فماش خدم جمله ما فماش جمله خدم لو معنى لوجت على خدمه بير الشغل قال لك بير الشغل ما عنديش خدم الولايه مشيت لولايه سوسه سكر في وجهي الباب، خليت حتى ندخل من الولايه. فهمتني؟ ما تمد، قال لي ارجع لي بعد الانترو سكولير تو نشوف لك حل. شوف لي حل ولا لا؟ لعل ما يشوفليش حل، ما ينسبش الدبلي، قال لي ما عندي، قالت لي معنا السكرتير نتاعي، قلت له ما عندي ما يعمل لك، قال لي برا لوج وحدك. عائلتك؟ يعني عندي ديجا معنا عندي الوالد توفي، فهمتني؟ الوالد متوفي والوالد متوفي تو، الوالد عندها برشا من بعد. الله يرحم. زوز متوفين. خواتك ما عندكش خوات؟ عندي خوات.
فهمتني. خواتي معنا ديجا معنا هما حوالا مزمر مع الرسيل وعندهم كري خلصوا كري وماء وضو معنا يصرفوا وعندهم صغار معنا فهمتني. ما يتفقدوكش ما يعرفوش خوهم ماكل شارب مش ماكل. ديجا خواتي معنا سعادي معنا كي ندبران ياخذوا عندي مع انا ديجا معنا احوال متعبه عندهم معرسين واني عازب مانيش معرس فهمتني. معنا هما معنا بالنسبه اللي هما معنا حاله معرسين عندهم صغار اولاد عندهم حليب وعندهم كوش وعندهم معنا كما نقولوا كريم. معنا عندي اختي كاريه ب 350 في الشهر ورزالها ياخذ 600. كاري ولا دربوك؟ دارنا اختي كاريه. عندي اختي كاريه ب 350 ساعات نمشي ناكل عندها اختي معناها فهمتني. نمشي نفطر عندها خاطر انا عندي امي متوفيه معناها الله يرحمها. اختي معناها ساعات قايمه بيا تمشي توكلني معناها ماكله نفطر عندها فهمتني. انت ما تخممش في الزواج؟ تخمم في الزواج خاطر علاش؟ الزواج هذا معناها عباره مشروع دخلت على مشروع يما المشروع هذاك ينجح يما المشروع هذاك ينجح ويزدهر ويكبر المشروع يما المشروع هذاك يفشل وتفلس فهمتني توصل بالطلاق وتولي محكمه تولي نفقه معناها. وتو القانون مع المراه راهو معناها فهمتني. القانون اول حاجه مع المراه التونسي الراجل اسمه ينفق على المراه. لكن هل انت حاضر؟ مشكله مش ماديا المشكله ما عنديش مشكله كي تعرس من الاول من بعد هذاك كي تعرس المسؤوليه مسؤوليه صغار وكوش وحليب. انت توا ماكش تخدم كيفاش بطال ويعرس معناها؟ مشكله ما مش بطال مشكله ما فيش مشكله فيش معناها فما شكون معناها نحب نعرس من الاول هذيك ما تكيدش تعرس من الاول تعرس حتى بكتب من ربي تعرس كيما حتى كيما في مصر حتى الليله بركه لازم تعرس. المشكله فيش اللي في تونس اللي من بعد تحمل مسؤوليه جيب صغار ولي لك ماء ولي لك ضوء ولي لك مسؤوليه قفه والحم والجيش ولي لك مسؤوليه ولي لك مسؤوليه ولي تشكي بيك حتى تعمل لك اهمال عيال ما تجيبلاش الفلوس توصل المشروع. هذا انت ما تخممش؟ ما خممش في العرس يعني تو عازم ولازم تشروحي الحقيقه نتاع ربي بس ما نكذبش عليك فهمتني. ومعناها بالنسبه للزواج معناها في تونس على الوقت الحالي الوضع ما يعجبش حتى طرف. تو الى متى انت باش تبقى هكا بطال ما عندك حد شيء مرات يعاونوك اصحابك معناها الوقت ايش؟ ولا الحقيقه ما نكذبش عليك في العام هذايا معناها عندي برشا اصحابي معناها هجوا حرقوا لبرا معناها لفرنسا وحرقوا لايطاليا باش يعيشوا في تونس خاطر معناها بلاد قال لك بلادنا فهمتني بالنسبه باش تخلص 500 الف في تونس 500 الف ما عادش تعيشك 600 الف ما عادش تعيشك عندك كري وماء وضو وكل شيء ومصروف. المواطن عادي عازب واحد ويصرف كل يوم 20,000 اقل حاجه باكو دخان ولا ب 7,000 وقهوه فهمتني 20,000 ما عادش تعملوا شيء 600,000 ما عادش تعملوا شيء ما عادش تعيشوا. علاش هما يحرقوا طول برا ويمشوا لبرا؟ لخاطر يخلصوا بالكدا. تخمم انك تحرق؟ نخمم اني نحرق كان عندي فلوس وعندي قدره اني احرق الحقيقه نتاع ربي الوضع ما يعجبش حتى طرف راهو. باش تمشي غادي عندك صنعه عندك على الاقل غادي معناها على الاقل غادي ما يسوقش ينزم معناها باللي يكون حتى بطال تاخذ شهرين حتى تبدا بطال شو ماش يعطوك شهرين تكفلوا بيك. خلي لك كلمه الختام. ان شاء الله ربي يفرج على تونس فهمتني ربي يفرج على تونس وبربي نداء لكل المسؤولين نداء فهمتني تلفتونا للشباب يعملوا مشاريع يعملوا حاجه للشباب فهمتني ومعناها وربي يفرج على تونس وكهو.